طب خلينا نتكلم عن جمال الحريم ما ينفعش نختم قبل ما نتكلم عن جمال الحريم ومسلسل الجديد. الجديد اللي انت بتصوره دلوقتي اخراج المخرجه الجميله منال الصيفي م. كلمني بقى شويه عن المسلسل ده هيتعرض امتى؟ اطار إيه اخبارك ايه مع منال اللي هي مخرجه جميله انا بحبها جدا انا مش سمعت معاها بس قعدت معاها كتير في كتير, في كتير. <applause> <عن> جمال <تصفيق> الحريم جمال <applause> يعني الحريم أه مين أه قول لنا؟ أه في نور في نور اللبنانية نور اللبنانية في دينا فؤاد طبعاً في يعني في ناس كتير جدا بس يعني المؤلفة كمان هي واحدة ست هي سوسن عامر والمخرجة مخرجة واحدة ست, ست والبطلة قدامي ست فو وشغلي مع مع منال الصيفي طبعا في في بلا دليل في المسلسل اللي فات كان ممتع جدا طبعا هي جميلة مرهق برضه في نفس الوقت <applause> هي هي حبيبة قلبي عارفة هي عايزة ايه وما بتمشيش الا لما بتبقى عاملة اللي هي عايزاه ودي حاجة انا بحترمها جدا وأحبها فيها آه المسلسل المسلسل آه 45 حلقه هيبقى اوف سيزون آه من نوعيه من المسلسلات اللي فيها رعب شويه آه بي... بس اسمه ما يوحيش بكده ما يوحيش بده واسمه غريب انا كنت متخيل ان ده آه. اسم مؤقت وفي وقت من الاوقات هيبق... هيتغير اه بس بدأ بدات ال... ال... الاخبار كلها تنزل بشكل كبير ومكثف من الشركه بنفس الاسم فقلت خلاص هو ده الاسم, الاسم. بس هو الاسم كاتشي يعني كاتشي جدا ياخد ال... م -م. الودن رعب 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 اه ستات مش... بتعمل رعب يعني اصل جمال الحريم لا مش الستات هو هو جمال الحريم ده هيبقى هت... ليه مضمون تاني خالص بس هو م -م. ال... المسلسل نفسه فيه حته فيها رعب شويه. رعب رعب حلو ده. طب حلو وانت هتعمل لنا حاجات مرعبه يعني ان شاء و... الله مش انا تعمل ميك اب يعني مثلا مرعب؟ لا لا مش, أنا. لا مش لا. انا في في حاجات تانيه بتحصل حوالي ده أنا مش هقدر اتكلم كتير عن تفاصيله بس يعني آه هو بيتكلم في حته برضو آه ليها دعوه بالجن والشعوذه والسحر والدبس, والدبس بتؤمن انت بالحاجات دي يا خالد؟ يعني مؤمن بالحسد يعني مثلا واحده تشوفكو عارف على طريقه المسرحيه مدوره ومأورة آه. تخاف منها <applause> تخمس في تقرا قران بينك وبين طبعًا نفسك طبعًا مؤمن طبعًا انت بالحاجات طبعًا دي طبعا في في مواقف كثيره جدا حصلت قدامي وفي حاجات حصلت لناس كتير ويعني الحسد موجود ومذكور في القران اه بس, يعني بس انت بتكلم في منطقه تانية بتكلم جن وشعوذة وحاجات كده دي منطقه اعمق كتير يعني هنشوف احنا متشوقين ان شاء الله هيبقى فيها غناء صوفي حلو قوي انا الشخصيه آه الشخصيه نفسها شخصية دي اول مره تغني في مسلسل اول مره